يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا اليوم انه اسئله مفتوحه، اللي بيحب يسال انا راح اعطي معلومه، اللي انت اذا من عندك عوني اعطيني السؤال. عوني احكي لي شو السؤال بدك اياه. عوني سامعني؟ طالع دكتور كان لا ما ليش دخل ما شرحنا حضرت اساويها، فهمت انه القاف مجهول. على ايش قصدك؟ على الواجب انت؟ ايش ماله؟ مره ثانيه، اول شيء مو تعب مش متساوي في الحجم الرسم العرض العرض. طيب ماشي، انا شو بدي اعمل؟ بدي احاول اكنه متساوي لي لا مو انا بسالك، انا انت حطي لي شو تعملي؟ لا لا ما في تعرف، يعني انت انا بديت بورقتين متطابقتين نوعهم مستطيل، طلعوا الحجم ماله. لو بديت بشيء غير الورقتين اللي هم على شكل مستطيل A4 هل ممكن الحجم يطلع متساوي؟ لا اكيد مش اللي كان مربع. اي جواب، يعني الاوراق اللي ابدا فيها تكون مربعه الشكل. طب انت ما شرطت انها تكون A4؟ لا ما شرطت، شرطت في الاول بعدين قلت ايش نعمل عليها حتى تصير متطابقه بالحجم. نغير كل شيء طبعا. انا كان قصدي انك تحط كل شيء وتخلي الثانيه زي لا، انت فاهمه غلط. بقول لك انا انت بديتي بـ A4 صح؟ الان ايش تعمل على A4 حتى تخلي الحجم يطلع متطابق؟ هيك السؤال. طيب وتخلصي لي اياها وكل شيء بعدين بتعمل القصه. عوني طيب رضا، حتى لو الـ A4 ورقتين الـ A4 راح يطلع الحجم نفس الشيء؟ لا مستحيل. ليه؟ جربها. طيب هذا الواجب، بقول لكم جربوها. بدون ما اجربها منطقيا الـ A4. لا لا ما بدي منطقيا، الله يرضى عليك، سيبني من المنطقية تبعتك هاي، مش غلط، مو غلط. أنت متهيألك زي بعض، بس هم مش زي بعض. طب اعمل الاسطوانتين، اعمل الاسطوانتين وعبي الطويلة منهم هاي الرفيعة الطويلة، عبيها حمص مثلا أو رز. وفرغها جوا الثانية هذيك. نزلة للنص. انت قصدك انه تكون واحده بالطول واحده بالعرض، يعني لما تعملهم اسطوانه؟ ما احنا شرحناه يا عوني هذا الحكي. لا انا بفكر تحكي على نفس الشكل، يعني اذا طويت الاثنتين بنفس الطريقه بده يطلع المتطابقات من 100%. يعني واحد بالك طويها مع الطول واحده مع العرض. لا قصدك على الواجب. انا كان فكرت انه بدك اياني واحده تكون تساوي الثانيه. قلت لك ايش ارجع اسوي على الورقه الاصليه عشان اخليها تساويها بالحجم؟ شو اعمل؟ بدي اقص الثنتين اخليهم مربعات. ما هذا شو يعني على الحديث؟ انا بتعرف شو التجربه بتنزلها بالهرم هذا؟ والله بعرف نفس الفكره. هو اصلا انا ليش بعطيكم هذا المثال؟ ليش بعطيكم هذا المثال؟ عشان اربطك مع التدريس. انت لما تيجي تدرس الطلاب لو ظلك تحكي نظري ما حد راح يفهم عليك. لما تعملي عملي وسوي تجربه قدامه بيقتنع مليون بالمية شو اللي معناه، شو معنى اللي سويته. مليان تجارب، مليان تجارب. كله تجارب، بس المشكله انه احنا تعلمنا نظري. يعني اعطيك مثال، هذيك اليوم في صف عاشر كانوا يحكوا عن هندسه الفراغي. طالبه مقتنعه انه انت عندك الهرم او المنشور الثلاثي نقدر نعمل مستوى واحد يمر بكل رؤوسه. المنطق ما دامه فضاء تحكي عن فضاء، انت مستحيل تلاقي مستوى واحد يمر في الاربع رؤوس. يعني زي الغرفه هاي اللي احنا فيها، هاي رؤوسه، شايف الرؤوس الحفر هذول الكورنرات، تقدر تجيب مستوى واحد يمر فيهن الاربعه كلهن هذول؟ مستحيل. قال انا بجيب خيط بخليه يلف هيك وبطعج هيك وروح هناك. لما شافته بعينها قالت مش ممكن. لو ظلت نظري للصبح ما رح تفهم عليك.
هاي الأشياء مثلا لازم تنشاف، تنعمل تجارب. مثلا هاي يعني مثلا حجم الأسطواني وحجم المخروط، ليش المخروط حجمه ثلث حجم الأسطواني؟ على التجربة اللي حكيتي عملها عملي، بتشوفها مليون بالمية انه هاي حجم يعني ثلث حجم هاي مية بالمية. فمنون نحن مستنتج القوانين، يعني كيف طلعوا القوانين؟ هذا التجريد اللي انتم بتشوفوه هذا مبني على ايش؟ تجارب وعلى ملاحظات وعلى استنتاجات. كل شيء، كل الرياضيات هيك اصلا مبنية يا جماعة. الرياضيات مش من الفضاء جاي، صحيح هي الرياضات المتطورة أغلبها من اختراعات بنات العقل الإنساني، يعني البشر ممكن يخترعوا رياضيات بدون ما يكون في تطبيق عملي نهائي. لكن أغلب اللي إحنا نتعامل معاه في الرياضات المدرسية، لأنه هذا اللي بيهمكم أنتوا الرياضات المدرسية، ما أتكلم عن البيور ماث اللي هو المجرد، نتكلم عن الرياضات اللي بنعلمها لطلابنا. أغلبها إلها واقع، إلها واقع وإلها تطبيق عملي، ومنقدر ننطلق من مشكلات حياتية ونربطها مع المشكلات الحياتية بشكل قوي جدا. القصة إنه هل المعلم بيعرف هذه المعلومة ولا ما بيعرف هذه المعلومة؟ تسلسل التفكير. ما بيعرف كيف يوصلها. هو صراحة المعلم يعلمه ما كان كيف بعرف. لا في منهم بيعرف في منهم ما بيعرف. يعني في معلم بس رياضيات ببصمة. حفظ احفظ. المهم القانون، المهم القانون وطبق، القانون وطبق. فصار في انطباع انه الرياضيات هي قانون وطبق. لا مش اي عمل ما كانت رياضيات. هذا القانون اللي نحط، هذا مين حطه؟ كيف نحط؟ كيف ركبوه؟ هم مليون مره من اطبق عليه. لا هم بعطوك القانون مسلمات، القوانين. لا مش مسلمات، ما في شيء مسلمات. احنا يعني انت مثلا طلع كيف لما يعطيك هذا الشكل، هذا الشكل شو اسمه؟ شبه منحرف. لو قلت لك احسبي له مساحته، شوف انا هنا انا ناسي القانون كله، بقسمه. شوف الفكره اقسمه، هاي هي الفكره اللي انت المفروض تتعلميها من دروس المساحه، انه انا بدي اعمله لاشكال هندسيه انا بعرف اتعامل معها. حلو، صار مستطيل ومثلثين. أقول المثلث حافظ قانونه، المثلث حافظ قانونه، صارت سهلة. أعطيني حل ثاني. يلا. ما بدي تعمليها. لا بلا، أنا ما قلت اعمل اللي بدك إياه. أنا ما لي علاقة، اعمل اللي بدك إياه. قطرين. لو وصلت القطرين إيش بصير؟ دقيقة شوي، بدي أرد عليك. قطر واحد هي مثلثين. بتعرف تطلع مساحته هذا مش قائم ترى. المعلومات مش متعرفة. بس انا ما بدي ادخل القوانين، انك انت بتعرف قوانين اخرى، صح كلامك صحيح، بس عايز بدك قياس زاويه. ما عندي قياس زوايا، انا بدي هيك بدون قياس زوايا. يعني بعرف اطوال الاضلاع، بقدر اطلع الارتفاع، بقدر، انا بدي افكار، بس افكار بقدر اسويها. احكي. يعني كيف بدك تقسمي؟ احكي لي كيف، احكي لي وين اقسم؟ او للنص هيك بدك اوصل؟ يعني هيك بدي يعني اعمل هيك مثلا. اذا كانت المعلومات كافيه بقدر احله. طب سؤال، مين اكبر، ارتفاع هذا المثلث ولا ارتفاع هذا المثلث ولا ارتفاع هذا المثلث؟ نفس الارتفاع. ليش؟ ايوه على نفس المستقيمين المتوازيين. طب بس احكي، لانه البعد بين المستقيمين المتوازيين ثابت. يعني هذا الارتفاع هو نفسه هذا الارتفاع، هو نفسه هذا الارتفاع. شفتي كيف؟ فصلت بس نعرف القواعد بس. يعني عرفنا القواعد كمان طريقة. أيوة، هاي بنظل نقول على تفكير الناقد، المرونة والأصالة والطلاقة هاي الطلاقة والمرونة والأصالة، هاي طريقتين. أعطيني كمان طريقة. أنا بقول مثلث كبير، أنا قلت لك أي مثلث كبير. أيوة برافو عليك، طلعت برا البوكس، طلع كيف تطلع. بتقولي بعمل هيك بكمله، طلعي بكمله هيك. شوف بقول المثلث الكبير ناقص المثلث الصغير بطلع مساحة شبه المنعرف. مظبوط، كمان طريقة. في طرق والله كثير. لو تقعدي تسرحي، لو تسرحي مليون طرق. انا بس الخطر الثاني اكمل من متر خطر السطرين مستطيل. برافو عليك. مستطيل ناقص مثلثين، مستطيل ناقص مثلثين بعطيك شبه المنعرف. ايه هذا في طرق كثير الا العلم. طب ليش احنا يعني مركزين بس على القانون؟ يعني مش فاهم انا.
إذا أنت طريقة التفكير أهم من القانون، هو القانون أصلا أجل من التفكير. فأنا بصير هنا ما ب... ما يعني لو ما أعطيت القانون، لو ما حفظت القانون، لو ناسيه بقدر أفكر بالسؤال. وهنا إنك تخرج من البوكس، أصعب إشي إنك تعمل إنشاءات جديدة زي اللي طلعت عليها برا، أمد إشي لبرا، أدخل إشي من جوا، أعمل حركة بغير يعني بتحل السؤال بشكل مختلف تماماً عن هاي الرياضيات، هاي قوة الرياضيات صراحة. عوني كنت بدك تسأل سؤال يا عوني. أي صفحة؟ أعطيني معي كتاب. صفحة 17. لا مش معي الكتاب، معك الكتاب هات صفحة 17. أي سؤال؟ تدريب 1-9. صفحة 17-1-9. تدريب 1-9، شو بقول 1-9؟ تدريب 1-9 بقول لك إذا كان لامحة واحد، نكتب السؤال قدامكم عشان تكونوا عارفين شو السؤال. احتمال حواحد 65%، هاي بكتب فيه قاعدة. ولامحة اثنين يساوي 55%، ولامحة واحد اتحاد حاثنين يساوي 9/10. أوجد، بدي أنا أطلع لام حا واحد متممة تقاطع حا اثنين. خلينا نركز على هذا بالأول شوي. سؤال، في قانون أخذنا له هيك إشي زي هيك؟ ما أخذنا قانون زي هيك. أنا قصدي بس بطلع على المتممة والاحتمال يساوي واحد، هل طلعت لام حا؟ أنا بدي حا واحد متممة تقاطع حا اثنين مع بعض. مش بدي متممة حا واحد لحالها، ما بدي متممة حا واحد لحالها أنا. روحي ارجع إلى القوانين اللي أعطيكم إياها، ارجع إلى القوانين اللي أعطيكم إياها، ما في قانون زي هيك، ما نقص قانون زي هيك. لكن أنا بعرف إنه التقاطع تبديلي، صح ولا لا؟ يعني هذا بقدر أكتبها هيك، صح ولا لا؟ عفوا التقاطع. معي عوني؟ معك معك. بقدر أكتب هيك ولا ما بقدر؟ بقدر. أخذنا قانون لهذا اللي هو نفسه لمحة واحد زائد لمحة اثنين. ارجعوا للقوانين، هذا هو نفسه هذا. هل بدي أقرأها شو هي؟ احتمال وقوعها اثنين وعدم وقوعها واحد. يعني احتمال حا اثنين وعدم وقوعها واحد، يعني حا اثنين ناقص حا واحد. هذا شو القانون تاعه؟ لمحة اثنين ناقص احتمال التقاطع. احتمال حا اثنين ناقص التقاطع. حا اثنين شو هي؟ موجودة. شو ضال عندي أجيب؟ أجيب التقاطع. مش عندي، بجيبه من الاتحاد. وروح كاتب قانون الاتحاد. أيوة. بالضبط. لامحة واحد زائد. هذا حلينا مثله. روح ارجعوا للفيديوهات، حلينا أكيد زيه. نفسه حتى. بس إني كنت مش حاططك وياه مقلوب. كنت كاتبه بالطريقة الرسمية القانونية. فهون 9/10 اللي هي 90%، يعني 9/10 يساوي لامحة واحد اللي 65% زائد 55% ناقص التقاطع اللي أنا بدي إياه. ولو طلعت التقاطع بحل السؤال. اجمع 65% زائد 55% هاي 10 11 12 1 2 بالعشرة. 1 و2 بالعشرة يعني هون راح تصير 9/10 تساوي 1 و2 بالعشرة ناقص التقاطع. الآن إحنا نعرف هاي معادلة زي كانها سين، يعني نقدر نقول هاي للطرف اليمين وهاي للطرف اليسار. فبصير لام حا واحد تقاطع حا اثنين يساوي 1 و2 بالعشرة ناقص 9/10 يعني 12 ناقص 3/10. إذا التقاطع شو طلع؟ أو 30% إذا بدك تطلع عليها. اطرحيهم من بعض. هاي 25%. انتهى السؤال، هذا الجزء الأول. انتهى الطلب الأول. إذا بس هيك كل شغلة تطبيق قانون، يعني مش أكثر من هيك. الطلب الثاني بده حا واحد تقاطع حا اثنين متممة. طيب هاي نفس الشيء. يعني خلص ما دام طلعنا التقاطع صارت الأمور بسيطة. هسه شو بدي أنا أطلع؟ بدي أنا أطلع لام حا واحد تقاطع حا اثنين متممة. يعني بده أنا أجيب لام حا واحد ناقص حا اثنين.
القانون تاعها شو بده يكون؟ بده يكون لامحة واحد ناقص احتمال التقاطع. ح واحد عندي احتمالها 65% هيو ناقص اللي هي 3/10 أو 30% اللي هي حاسب التقاطع. اطرحيهم من بعض 35 تصل. وصلت؟ فهمت عوني هاي؟ وصلت. يعني نبدلها عشان تصير زي القانون، لأنه ما عندي قانون بيبدأ بالمتمم تقاطع حادث. لا. أوكي. غيره. طيب. التشابه والتطابق، الزوايا، علاقات الزوايا، التوازي، كل القصص هاي يعني واضح إنه الرياضيات سهل جدا تجيب خلطة من الأسئلة يعني. شو اللي بتركب أسئلة يعني؟ امتحان على الموقع. فوتي على الموقع شوف النماذج الموجودة أكثر من كافية. سهل. أنا بالنسبة لي تأخذ. أنا بحله بعشر دقائق أقل. أنا بحل الامتحان بعشر دقائق. أضربي في ستة. هاي أعطيتك ستة أضعاف. أنت قديش ما يأخذ ساعة ونص؟ ستة أضعاف وستين دقيقة. لا شو؟ أفكر عنك يعني. لا بفكر عنك. واضح الفروق واضحة. راح تبين. في ناس عنده علامات كاملة، في ناس مش راح يحلوا ولا إشي، وفي ناس راح يحلوا يعني نص نص. هذا إشي طبيعي. هذا الطبيعي. دليل الامتحان كويس. لا بالعكس في واحد نقول. يعني. شوفي في الرياضيات خذي مني. إذا بدك إشي يجي يعني حتى لو على القوانين بس على القوانين ممكن تيجي أسئلة اللي فاتك تلفتني ما له علاقة بالقانونية. أنت راح تستخدم القانون مظبوط بس طريقة الاستخدام أو إيش الإنشاءات بتسوي عشان تستخدم القانون أنا المشكلة. أنا طرق التفكير مش سهلة. شوفوا أوريك هنا موقع أنا بنصحكم يعني أنا مشترك معه وبنصحكم تروحوا عليه تتفرجوا عليه. هذا بنشر أشياء للرياضيات يعني هاي أسوأ يعني. لو واحد اسمه بريستول ووكر mind your decision حياته أنا عامل معاه سبسكرايب ظل يجيني عليه فيديوهات صراحة فيديوهاته مرتبة يعني أفكاره رائعة صراحة. mind your decision حياته بدي اوريك اياه هون القنوات اوريك اياه مين هو يعني عنده اساليب حتى ابتكاريه لحل السؤال يعني هذا شيء حياته هذا الزلمه المحترم عنده سبسكرايبر مليون وشوي تخيل شوف طلع الاسئله طلع هاي الامثله اللي حاططها يعني هذا سؤال امتحان هذا حلو سؤال الامتحان يلا خذ تسلم يعني يلا كانت تعرف تحليه تكوني بطلة 100%. For me, Grammarly is akin to a writing assistant. It's our editor on site. It's his sidekick that's just there to tell me like, hey, you're writing in passive voice, or this is a really long word on sentence. Get it together. Hi, this is Presh Talwalkar. A geometry textbook has the following problem. A right triangle has a hypotenuse equal to 10 and an altitude to the hypotenuse equal to 6. What is the area of the triangle? أترجم لك سهلة. بقول لك في عندك مثلث قائم الزاوية. سجلي. مثلث قائم الزاوية. كويس. طول وتره 10. طول وتره 10. وطول ارتفاع المثلث النازل على الوتر يساوي 6. انتوا تفهموا لحالكم هذا. الارتفاع المثلث اللي عمودي على الوتر 6. ما مساحة المثلث؟ يلا حلو السؤال. وانا هنا راح اروح امثل معاكم. يعني عندي انا مثلث قائم الزاوية ماشي. بدنا نترجم اول شيء السؤال الى ايش؟ يعني بنكتب المعطيات والمطلوب. انا اسمي ا ب ج
الوتر طوله 10 نزلنا عمود من باء طبعا العمود احنا اتفقنا عرفنا العمود صح اللي هو النازل من باء الى الف جيم ما حد يقول لي بالنص لانه ما راح يجي بالنص 6 سم هذا 6 سم يعني بعتبر القاعده الف جيم مرتفعها بدل 30 مرتفع بيطلع 30 طيب خلينا نشوف شو بده هو what is the area what is the area of the triangle كملي Can you figure it out? The story goes, a teacher asked this problem to a class, and every single... Equal to 10, and altitude of the hypotenuse equal to 6. What's the correct answer? A student quickly submitted a calculation. The teacher then said, none of the calculations were correct. Can you figure out why? Give this problem a try, and when you're ready, keep watching the video for the solution. طب حسبتوها كم طلع المساحة؟ 30 كيف؟ نص القاعدة اعتبرت اللي هو بالقاعدة كيف بعض بعد نص 35 طيب خلينا نشوف شو الحساب. You can approach this problem by drawing a diagram. We have a right triangle which has a hypotenuse of 10 and an altitude to the hypotenuse equal to 6. The area of a triangle is equal to its base times its height divided by 2. Hello. To apply this formula, it might help to rotate the triangle. The hypotenuse of 10 becomes the base, and the altitude of 6 becomes the height. Substituting those numbers in the formula, we get an area equal to 30. Hello. But this is not the correct answer to this problem. The reason is the dimensions of the problem are not correct. Let's see why. Imagine we have a hypotenuse equal to 10. Yes. If the two endpoints of this line segment make up two points of the triangle, we want to know where can we draw a third point, where can the third vertex be to make a right triangle? Now, not every point will make a right triangle, but some points will form a right triangle. So we want to figure out the locus of points where we can place the third vertex to make a right triangle. Here's how we can figure it out. If the third vertex forms a 90 degree angle, then it's going to subtend an arc that's 180 degrees. So if we think about the hypotenuse as the diameter of a circle, then the third vertex can be anywhere else in the circle to form a right triangle. These are the only points that'll form a right triangle with that hypotenuse of 10. The altitude of the hypotenuse is the vertical distance from this third point to the hypotenuse. This will vary depending on which point it is in the circle. So we want to know what's the largest altitude we can make. Well, this will be when we move the altitude all the way to this point. This is the largest possible altitude of the right triangle. And this is exactly equal to the radius of a circle. This is one half the diameter of 10, which means the largest altitude you can have is equal to 5. So the correct answer to this problem is that there's a typo in the textbook. There is no right triangle that has a hypotenuse equal to 10 and an altitude equal to 6. At most, you can have an altitude equal to half of the hypotenuse, which would be 5. Did you figure it out? Thanks for watching this video. Please subscribe to my channel and make videos on math. أضحكوا إيش اللي يفكر فيه. بقول أنت لو جيتي مثلتي أو جيتي مثلتي الوتر القطر عفوا الوتر طوله 10 سنتي راح رسم قطعة مستقيمة طولها 10 سنتي. ممتاز. هذا هو الوتر تاع المثلث. الآن أنت لو اعتبرنا هذه القطعة المستقيمة هي الوتر. كم مثلث قائم تقدر ترسمين؟ هذا وتره عدد لا نهائي من المثلثات القائمة. بس نعتبر ما دامك بدك تعمليه هذا هو الوتر كويس بدنا نعمل مثلثات قائمة معناته بدنا نعتبر نقطة منتصفه شو مالها؟ مركز لدائرة لا نصف القطر 5 القطر 10 بس إذا خلينا نرسم دائرة هذا مركزها وهي نصف قطر نجيب نحط هون نقطة على مين؟ الدائرة حلو؟ نقطة تتحرك على الدائرة وجينا هنا شو عملنا؟
رسمنا قطع مستقيمة بين هذه وبين هذه. هذا المثلث بالتأكيد قائم الزاوية، مليون بالمئة قائم الزاوية مهما تحركت هذه النقطة، دائما قائم. عفوا انا اسف انا وصلت غلط، لازم اوصل مش هيك صح؟ دقيقه لازم اوصل للاخر، انا اسف، مش المركز، مش مع المركز، انا وصلت مع المركز، هذا الغلطه، هاي غلطتي انا. انا لا انا احنا بدنا المثلث، انو مثلث انه هذا هذا وتره، احنا بدنا وتر هيك دائما قائم. رحت وصلت مع هنا. الان لو لفينا هاي كيف ما لفيناها؟ بضلوا قائم. حلو؟ وين الارتفاع؟ العمود النازل من هون على هاي، هاي الارتفاع بدك تنزلي عمود. شو تعلمنا احنا؟ ممتاز، خلينا نجيب نقطة التقاطع. اللي هاي نقطة التقاطع. وفي لحظة معينة بيجي عند المركز، مش دائما عند المركز هو. وبدنا نوصل قطعة مستقيمة، مش هيك تعلمنا؟ انه الارتفاع بده يكون طول العمود. ممتاز، وهذا الخط شو بدي اسوي فيه؟ بتخفيه هيك، وهاي عشان هي ارتفاع تلونها ونقطها، خليها حمراء وخليها ايش؟ منقطها عشان يعني اميزها انه هذا الارتفاع. حلو هيك الكلام؟ واخفي الدائره، ما بدي الدائره. الان لو هاي النقطه حركتها كيف ما حركها شو بتظلها؟ بتظلها قائمة. هو شو الغلطة اللي اعطاني اياها؟ سلك اللي اعطاني اياها. بقول لي انت اقصى ارتفاع لك هذا الاحمر اطول طول له متى؟ لما يصير بالمركز. لما يصير بالمركز. اذا هذا راح يكون اقصى شيء 5. اذا شو لازم يكون جواب الطلاب؟ انه السؤال خطأ. حلو يا هيك؟ هاي أول واحد. طيب هسا يعني مستوى شوي مستوى أعلى. هذا بسيط، هذا بسيط. هذا اللي أنا أوردكم إياه هذا سؤال بسيط. لا ما بجيب من هذول، أنا لو بجيب من هذول بخرب بيتكم. هذول بخرب من البيت، لا هذول أسئلة صعبة، هذول اللي بوريكم إياه هذول أسئلة صعبة ترى. شوف يعني ممكن او طلبه متفوقين، او بدك انت تعملي جلسات للتفكير الناقد العالي مستوى مستوى تفكير عاليه المستوى. عرفت كيف؟ اذا بدك تعملي شيء زي هيك هذا مصدر رائع صراحه. شوف عنده اسئله، يعني مثلا هذا السؤال، خذ هذا السؤال حلو. Writing is the tool that allows me to amplify the voices that are often left behind. Hey, this is Presh Talwalkar, and you're watching Mind Your Decision. Here's a really fun geometry problem. Start out with a triangle where one angle is equal to 20 degrees and another angle is equal to 80 degrees. Now draw a line segment such that this length right here is equal to this side length. The challenge is to solve for the measure of this angle using only elementary geometry. You're not allowed to use trigonometry or other methods. بديك تطلعي قياس هاي الزاوية. ما تستخدمي الجيب ولا الجتا ولا الادفانس ماب. بس تستخدمي على اللي بسموه البيسك جيومتري اللي هو نفس مادته. يعني هذا ممكن يجيكم في الامتحان؟ لا. بس هو يعني قصدي هذا من ضمن مادتنا. فكروا. شوف عشان ما نقولش نحكي هاي وهاي وهذاك وهذا، طلعي طلعي بدنا ناخذ الرسمة. دقيقة دقيقة علي بس الله يرضى عليك، خلينا ناخذه ونحطه على ورقة ونشتغل عليه ونسي بريستول ووكر كله. يلا بخليك تجربي، طولي بالك علي بس عشان نحكي عن شيء يعني كيف بقولوا معاي. بس ثواني بس ثواني بس خليني اكبر الصوره. هسه شايفين الصوره؟ انا نقلتها وسويت حالي اني انا ايش مش موجود على الفيديو بالمره، ما عندي فيديو.
يلا بدي ارد عليك يا هسه. بتحب نسمي، بتحب تسمي؟ نسمي هون مثلا الف، دقيقة شوي، هاي الف باء جيم وهاي دال، بس خلاص. بدك شيء مقاب ثانية؟ يلا احكي احكي. اول شيء بدنا نعمل انه نطلع الزاوية جيم تطلع 180، جيم كلها، جيم كلها تطلع 180. برافو عليك. كيف يعني طلع؟ كيف طلعت؟ بس انا بشرح التركيب. ايش طلعت؟ سوت حالها انه هون الخط شو مالها مش موجود. ممتاز. اذا هاي راح تكون 80 درجه. هاي اول معلومه من المثال. كملي. هلا نثلث جيم دالبا، صار عندنا هذيك الزاويه مش كامله من الجيم، يعني بنقول 80 ناقص جيم، لانه احنا بدنا بس. لا 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 ماشي، خذني على قد عقلي. بكون الزاويه هلا مثلا هذيك 80، هاي كلها جيم 80. اه شو بدك اسوي هسه؟ احنا بدنا هي جزء منها سين، بنسمي هاي سين، هاي اللي هون سين. اذا هاي 80 ناقص سين. اه انتوا فاهمين مين سين؟ سين هاي البراني الصغير سمتها سين، وهاي راح تكون 80 ناقص سين. اه مجموع الزوايا هذول ما بعرف، انا بمشي معك يعني قاعد، انا مش عارف كيف تفكري. فانت هاي مهم جدا تحكي لي شو بدك تفكري انت. طب انا بدي اسالك سؤال، مش انت لحظه شو مش حكيتي هاي 80؟ لانه هاي 80 و20، اذا بالمثلث الكبير 100%. طب ايش نوع المثلث الف باجي؟ مثلث الف باجي مستقيم. يعني ألف، يعني ألف جيم طلع كيف؟ ألف جيم يساوي ألف باء، مليون بالمية. شو اللي أثبت؟ القاعدة، ولا عشان المثلث صار مطعوج هيك بطل متساوي؟ أكيد هذول متطابقات. يلا كملي. ها يلا هاي بعطيك أنت. أنا ترى ما بحفظ الحلول يا سكروا، يعني أنا مش بطلع على الآي دي إس هذول، لكن ما بحفظ، مستحيل أحفظه. فحلو انك ترد تعيد التفكير في المسألة. انا معاك الفرض حلو، يعني الفرضية هذا كويس، بس شو بعدني هسه؟ هذه كلياتها بتسويها كلياتها. ما استغليت انه الف دال بتساوي باء جيم، ما استغليتها. لا هذا بتفكر فيه، بس بفكر الف دال هي هون تساوي باء جيم، شو بدها تفيد؟ شو بدها تفيدني؟ مش عارف، هاي المشكلة. لا بدي اعمل معادلتين. اعملي يلا هات. صح؟ اعملي بدك اياه. دكتور هلا الف دال بتساوي دال باء، الف دال بتساوي باء جيم، ما بتساوي دال باء. هذا بتساوي هذا. وفيش في دغورس بالمره، لانه اصلا مش قاعد، فما في دغورس بالمره. إذا تثبت التشابه استخدمي. أول شيء برهنيه إنه متشابه، بعدين استخدمي. إذا ما فيش تشابه، فيش تشابه، فيش توازي، فيش تشابه، فيش ولا. طيب بعدين. كنت سميت 20 وهي ناسي كل شيء. ما تحذريش، ما تحذري. نعمل بدك إياه. تسمعوا كلمة برين تيزر؟ هذا برين تيزر، خلي مخك يفتل فتل. هذا شغل. احكي. بس مش ألف دال نفسها بتساوي دال جيم. يعني الزاوية عند دال 80، الزاوية عند جيم 80؟ 80. أنا عارفينها 80. طب هاي الحاجة نفس الحاجة اللي هو. لا أني أحكي إيش هاي؟ احكي لي اسمها. هي ألف دال. ألف دال كقطعة مستقيمة تساوي باء جيم، هو حكى لي انها بتساويها. ايش مستنتج؟ ولا شيء، هذول من جوا مثلث واحد اصلا. هي الزاوية 20، ليش؟ لانه ليش؟ طول هذا نص طول ألف دال بتساوي طول باء جيم، وطول دال جيم يساوي مثلا عمود من دال على ال بصير بدك تنزل عمود من هون؟ بصير، ليش لا؟ ها انا قلت لك عمود فكروا علينا. انو ال 180
سمي سمي ألف باجيب ولا مين؟ أنا شايف ثلاث مثلثات، أنا واحد بتحكي عنه أنت؟ اه ماشي، إذا مركز على هذا المثلث. طيب أسعين الزاوية 80، ممتاز. والزاوية جيم 80 كامل؟ لا، جيم مع الجزء البراني 80. نبدأ نحكي 180 زائد لا طيب، ما هي اللي حكته زميلتك بس برضه ما حلته، لسه في مجاهيل، لسه مش قادر اطلع، لانه هاي صارت مجهوله وهاي مجهوله، صار عندي مجهولين ومعادله واحده ما بتحل لك اياها. الف دالها بدك تطلعي هاي، هاي شال طلعيها، اذا نزلتي عمود هاي 70 مزبوط. طيب هاي 90، هاي اعملي هاي خارجي، هاي كلها خارجي عن المثلث، بس هاي انا ما بعرفها، هاي ما بعرفها كان. لو بعرف كان مش بعرف السؤال اصلا، لو بعرف انتهى السؤال. انت ليش مفكره بس بالمثلث؟ شوفي ترى الواحد بحشر حاله برات بحط حاله في زاويه بضل يشتغل على المعادلات، بلكي تنحلش على المعادلات. لا لا حلي، اذا حلي يلا هاتي تنعمل، يلا اعمليها. بس انا قصدي يعني انه انت بديتي بالاول باستراتيجيه تكوين معادلتين وظنيتي انه الحل لازم يكون على تكوين المعادله. ما عشان اقول لك يلا هاتي، مثلا شفت فكرت انا بالزاويه الف دالها هاي اللي بتكون 180 كلها قسمتها اسمي أنا ألف دال باء. المعادلة الأول طيب، المعادلة الثالثة بدك يسوي زي ما سوت زميلتك هون، أنزل عمود زي ما كانت عاملة. هاي عملت عمود، بدك هاي 70، هاي أنا متأكد إنها 70، هاي اللي تسميها صاد نسميها صاد يا ست، وهاي 90. هسا صار في عندك معادلة إنه سي زائد صاد يساوي 90، هاي معادلة. طيب 8 ناقص سين هاي عين. لا لا صارت معادلة. طيب شفتوا كيف الرياضيات، كيف نتعلم الرياضيات؟ انه اول لا التجارب هي الشغله اللي انت حطيت الان لو شفتوا الحل احفظوه، لكن لو ضليتك تحاولي لمده ساعتين ثلاث اللي بسموه الميتاكوجنيشن، ضبط تسمعوا ما وراء المعرفه، هذا ما وراء المعرفه، بيبدا العقل الباطن شو ماله يطلع كل شيء ويربط علاقات والله حلم ما تحلميها. الله اعلم. هالسعيات لما تتعبي هذا اعطي لحالك يومين. انا بالنسبه لي لو هذا السؤال مثلا احله انا وحاط في راسي احله مستحيل اطلع الحل، بظني وراه افكر اعلى تفكير ممكن، لما اعجز خلاص وصلت للعجز النهائي، هذا بعد يومين بفتح شوف يجوز اكون انا وصلت قريب من الحل بس ما وصلت له. شوفوا الحل. I thank Barry and I also thank Akshay Divare from India for emailing me this problem. Can you figure it out? Give this problem a try. When you're ready, keep watching the video. هذا سؤال من واحد من الهند، اللي بعث السؤال واحد من الهند. هذول الهنود هذول عباقرة الرياضيات. So I admit this was a very challenging problem. Challenge. I was not able to figure out the trick on my own. But I was able to find the solution online, and I'd like to present it because it uses a clever trick. So let's get started by considering the big triangle. We'll solve for the third angle. This is minus 20 minus 80 degrees.
Now this triangle has two angles that are equal to 80 degrees, so the sides opposite them will be equal. This will be Henry-Moseley's triangle. We'll put these sides in green to show that they have equal length. Now let's zoom out a little bit, and here's the clever trick. On the top side of the triangle, construct an equilateral triangle as illustrated. So all of these side lengths have equal length to the green side. Since it's an equilateral triangle, all of the angles will be equal to 60 degrees. This is 60 degrees. This other angle will be 60 degrees in total. So this would be 40 degrees. And here we have another 60 degree angle. Since the very top angle is 80 degrees, we know that this will be 80 minus 60, which is 20 degrees. Now let's connect these two points. And furthermore, we'll focus on this line. Now, two of the side lengths are equal to each other because they both have the same length as a green side. So this is the triangle, the central angle of 40 degrees, which means its other two equal angles are 180 minus 40, which equals 140, divided by 2, which is 70 degrees. So here we have a 70 degree angle. Also equal to 70 degrees. So if we remove 60 degrees from it, this will be equal to 10 degrees. Now let's go back to this diagram, and we want to solve for this angle over here. How can we do that? Well, here's the other insight. Look at these two triangles. Now they will be congruent to each other by side and side, because both of these triangles have a blue side, then a 20 degree angle, and then a green side. This means that there are two angles equal to each other. So this angle here will be equal to 80 degrees plus 70 degrees, which is 150 degrees. Finally, we can solve for the angle that we want to. This will be equal to 180 minus 150, which is 30 degrees. And that's it. Did you figure it out? Thanks for watching this video. These math videos, which can be watched for free on YouTube, inspire and build confidence for people around the world. And they have some great. يعني إذا هو بيحكي عن نفسه بيقول أنا ما بعرف حلها. شوف أطول بالك. هو أنا صراحة هدفي يكون عام. أنتوا بتغلط تقولون لي الأسئلة صعبة والأسئلة سهلة. هاي أسئلة صعبة، هاي الأسئلة الصعبة. هاي الأسئلة. إذا أنت بتتعلم بالرياضيات وبتعلم الرياضيات، إذا كان بتتعاملي مع طلبة مستواهم عالي بدك تجيب لهم هيك المستوى. بسبب بالضبط، لأنه هاي الأسئلة العادية إنه والله خذ النظرية طبق على القانون وطبق على القانون، هاي انتهينا منها. يعني قديش شيء يتحدى مخي. طبعاً التعامل مع شوف هون كيف إنه خرج من البوكس تمام؟ جغرافية رسمية أسألت أنت هنا شوف أنا اللي بتحسن شوف مسألة الرياضيات صح؟ أنا مثلا ما بعرف أحلها. الواحد يقول ما بعرفش أحلها. ما بعرفش أحلها كويس؟ يعني بالشو اللي حط لا أحلها بالجهة المجددة. أحلها لأنه هو الذين عارف سؤال هو بقول لك ما تستخدم التريجنومتري، التريجنومتري يعني اللي هو النسب المثلثية. لو استخدمت النسب المثلثية قانون الجيب وجيب التمام بيطلع لك اياها وبسهولة وبدي اياك تستخدم بس الجيب شوف وين عقد لك اياها فهذا تفكير خروج خارج البوكس تماما خارج البوكس تماما وصلت الفكرة كيف؟ فأنا لو بدي أدرس طلاب متفوقين بجيب لهم من هاي النوعية من الأسئلة مش علشان أتحداهم يعني إنه بس أوريهم إنه أنا شوف بجيب لكم أسئلة صعبة لا لا هذا أصلا بينمي تفكيرهم هسه اياك شوف الشباب انا بس بشوف هاي الاسئله بروح على تطبيق الجوجبرا السلام حياك الله بروح على تطبيق لا لا بروح راسم نفس المنظر بروح راسم نفس المنظر شفتوا هذا بسموه دائما نفس طلع يا ايش كويس أروح برسم نفس الشكل ويتغير في القياسات. أنا ممكن أطلع مسائل أخرى من السؤال السابق. هذا اللي إحنا بنسميه إيش؟ اللي بسويه هذا شو اسمه؟ تقسم. طيب هاي السؤال حليناه.
وروح برسمه مع اشكاله مع تعقيده. ماذا لو غيرت على القياسات؟ شو ممكن اطلع سؤال؟ اسئل وصلت؟ تعرف لو تلحقي هذه الاستراتيجيه تطلعي نظريه. نلحق نطلع نظريه جديده في الرياضيات من وراء الفعل هذا. هذا اسمه تعليم تفكير. هنا تكون علمتك. هي مش الشطاره بس تحل السؤال. حليت السؤال. ما عرفتوش. دورت عليه حليته. خلص خلصنا؟ لا ما خلصنا. نرجع نركبه تركيبه بحيث انه نطلع من وراء ايش؟ اسئله اخرى. الاسئله هذه في مجموعها ممكن تطلع بالاخير فيها نظريه وراها. الذي يطلع لك فيلم جديد. على مستوى الطلاب، على مستوى الطلاب لما يجي طالب عندك بعاشر او ب11 يخترع نظريه انه حب العلم الحقيقي. مش بس والله هو قاعد بيقرا باسكال عمل هيك ونيوتن عمل هيك، احنا تاريخ علم هذا. انا اعطيني البروسيس تاع العلماء، العلماء كيف بيفكروا؟ كيف بينتجوا؟ ما في حدا طلع شغل بيوم ولا بليله. بيبنوا طلع شاف يا جماعه اديسون اكبر اكبر درس تاريخ العلم اديسون. قديش قاعد وقت؟ 200 تجربه حسب كلامه، وناس بيقولوا اكثر، قولي 200 مش مهم العدد. 200 مره يحاولوا يفشل، يحاولوا يفشل. انا اقول رقم 200 نجح. الواحد بيقول له بيساله بيقول له طب انت شو استفدت؟ لما حاولت 200 مره هي اللي زبطت بس واحدة. بقول له بعطيك انا 199 طريقة الكهرباء ما بتتولد، اللمبة ما بتضوي. بعطيك انا 199 طريقة اللي اللمبة ما تضوي. واعطيك الطريقة اللي خلت اللمبة تضوي. انا ما اعرف الطريقة اللي ما تضوي. فكروا فيها يا جماعة، فكروا فيها بالله على مر التاريخ. البشرية قصة الله عايشة. انا ادسون اللي اعرفها. جرب. عنده جلد. هذا احنا صرنا نفقده. صرنا نفقده. بنحط السؤال يلا حله. يلا خذ هاي الحل، هاي الفكرة. حركتها. لكن لما اقول لك يلا خذ السؤال وروح دبر حالك. اصل طبعا مرفوض تماما انك تروح عند حدا يقول لك نحل لك. مرفوض. لانه انت ضليت نفسك. خدعت نفسك. الحل الصحيح حاول 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 قد ما تقدر اوصل للإجز تاعتك. شوف قديش راح تطلع افكار وانت قاعد بتحاول. لما تخلص من القصه هاي كلياتها طب شو استفدت؟ استفدت زي اديسون. بعطيك 10 طرق بحلش السؤال مثلا. بعطيك 10 طرق ما بحلين السؤال. ولما تعرف الطريقة بصير عندك هاي يسموه اد ام، عارفين كلمة اد ام؟ إضافة نوعية على طريقتك في التفكير، إنك لا تفكر بالطريقة النمطية. فكر بطريقة اوت اوف ذا بوكس تماما. هون الإبداع. أنا